13 من شهر شتنبر سنة 2018. سيظل هذا التاريخ محفورا في ذاكرة كل رجاوي بتوثيقه لعهد الازدهار داخل البيت الأخضر عقب انتخاب جواد زيات رئيسا جديدا للرجاء خلفا للمستقيل سعيد حسبان. اليوم نهار كبير، أنا سعيد كثير، هذه مفخرة باش المنخرطين قدموا لي هذا لا ريسبونسابيلتي اللي ثقيله. الكوميتي بروفيزوار pendant 5 mois a géré au mieux, a fait ce qu'il pouvait. حسنا الموضوع يعني الموقف، باقي ما خرجنا، باقي بحال اللي كنقول ذاك المريض اللي كان في الانعاش دابا راه دار لاباس، وانا باقي. اول الغيث كان قطرة لزيات، فخلال موسمه الاول انهالت عليه الانتصارات والنجاحات، نجاحات بدأت بلقب قاري ثمين، ويتعلق الأمر هنا بكأس الاتحاد الإفريقي الذي غاب عن خزائن النادي لمدة ليست بالهينة. شهية زيات ظلت مفتوحة لمزيد من الإنجازات، فقد تمكن الرجل من تحقيق كأس السوبر الإفريقي ليؤكد على أن لقب الكونفدرالية لم يأتي من فراغ. الحمد لله تفادينا هذه المشاكل، دابا الفريق غادي في السكة الصحيحة، عاود الفريق حرز على ألقاب، هذه تقريبا 15 عام كان الفريق وصل لهذا المستوى ديال الألقاب، جوج الألقاب في عام واحد، وفي نفس الوقت يعني تأهلنا للشامبيونز ليغ، ولهذا خصنا نزيدوا القدام ونزيدوا نخدموا. وبالموازاة مع الجانب الرياضي، أعاد زيات التوازن والاستقرار للفريق من الناحية الإدارية بتقليص حجم المديونية، إضافة إلى ارتفاع مداخل الاستشهار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حنكته المهنية التي اكتسبها بفضل تجربته الطويلة في مجال التسيير. البودجي ديال سبونسورينغ تقريبا تضعف على جوج، وهذا الشيء غيعطي الامكانيات النادي الرجاء باش يزيد يعني يحسن الوضعيه الماليه ديالو. تحققت المعادله الصعبه مع انطلاق الموسم الكروي الحالي، اذ واصل جواد مسلسل النجاح، فبالنسبه للشق الرياضي هناك احتمال كبير ان ينهي الفريق موسمه بثلاثيه تاريخيه، ويتعلق الامر بالدوري الاحترافي ودوري ابطال افريقيا وكاس محمد السادس للانديه البطله. وفي الشق التسييري استمر زيات في تحطيم الأرقام القياسية، عندما جعل الفريق يصبح أول نادي مغربي في التاريخ يبيع تذاكر مبارياته عبر الشبكة العنكبوتية، محاربا بذلك شبح السوق السوداء من جهة، والفوضى التي تشهدها نقاط البيع قبل كل مباراة من جهة أخرى. اتفقنا من خلال الديريكتور ديال موقع جيشي بوائما، اليوم هو موقع رائد في مجال التذاكر الالكترونيه المهرجانات والفيستيفالات، وقلنا علاش لا ما ندخلوش المجال الرياضي وبالضبط لكره القدم، وجات الفكره مع الناس الدراجه اللي كانت عندهم اراده قويه وبمشاركه مع الناس ديال كازا ايفنت، قلنا بوركو با اون في سوليوشن باش يولي الواحد يقطع التيكي ديالو من انترنت للتيران ديريكتومون. دونك كيما شافوا الناس كاملين شرحنا اكزاكتومون كومون سا سباس. الحمد لله اليوم كاين واحد الاقبال كبير بزاف، واليوم الحمد لله هذاك الكوطا انترنت فات العدد اللي كنا معولين عليه. الافونتاج اللي كان اليوم هو ان اليوم اجوردي عندنا اكثر من 4000 اشتر اللي ناس اللي شراو بالكارت بونكير ديالهم، وهذا هو الحاجه اللي كانت ريفولوسيون في هذا البروجي، وان الناس ايزيتي بوسي باش يخلصوا بكارت بونكير، ودونك تيفولوي السيستم اي كوميرس مغربي بالطريقه ديال كره القدم. لا شك بان زيات ارسى سفينه الرجاء على شاطئ السلامه والنجاه، لكنه بالمقابل لا زال في منتصف معركه حاميه الوطيس مع الديون المتعثره وملف النزاعات.